القارة العجوز تكتوي بنيران التغيرات المناخية بعد أن ضرب المناخ المتطرف دولا جديدة بظروف غير مسبوقة. ففي بريطانيا ضربت الفيضانات مناطق واسعة من وسط وجنوب إنجلترا، مما أجبر سكان منطقة نوتنغهام على مغادرة منازلهم مع ارتفاع منسوب نهر ترانت بنحو لم يشهده منذ عام 2000. وتصاعدت حدة الأمطار الغزيرة باتجاه الشمال الشرقي قادمة من الجنوب بسبب العاصفة هينك التي ضربت بريطانيا برياح قوية وأمطار منذ الثلاثاء الماضي، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة السفر بالقطارات وإغلاق الطرق الرئيسية. وفي شمال غرب أوروبا تحاول الدول التصدي للتأثيرات الناجمة عن أحدث سلسلة من العواصف المتجمدة التي تسبب سقوط أمطار أو ثلوج. وفي شمال فرنسا ساعدت فرق الإنقاذ على إجلاء السكان من منازل غمرتها المياه في بلدة أركيس، وهي منطقة تغمرها المياه للمرة الثانية خلال شهرين. وفي بلجيكا أعلنت مقاطعة فلندر الشرقية مصرع سيدة بعد أن صدمها سياج أطاحت به الرياح خلال فترة هطول أمطار غزيرة في البلاد. وإلى السويد، حيث سجل مكتب الأرصاد الجوية في القرى المتاخمة للقطب الشمالي درجة حرارة ليلية بلغت 43 درجة تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة تسجل في السويد خلال شهر يناير منذ 25 عاما. وسببت عاصفة ثلجية بشمال فنلندا حدوث انهيار جليدي قتل سيدة وطفلها كانت تمارس رياضة التزلج، وتم انتشال جثمان السيدة بينما تحاول الشرطة العثور على الطفل. صور غير مألوفة تنتشر في جميع أنحاء العالم تؤكد أن تغيرات المناخ لن تغفر للبشر ما فعلوه.